بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ده يا شباب الامتحان رقم 3 من الامتحانات الموجودة في كتاب All in One في صفحة 69. ده امتحان من الامتحانات الشاملة. طيب، ده رقم 3، يعني 1 و2 تم حلهم ورفعهم على اليوتيوب زي ما انتم عارفين. أول سؤال بيقول If you want people to do things for you، لو أنت عايز الناس تعمل الحاجات عشان خاطرك يعني بدلا منك، you have got to make it worthwhile to them، لازم تخلي الحاجات دي بالنسبة لهم ذات قيمة أو ذات قدر. بقول لك السينونيم بتاع كلمة worthwhile، كلمة worthwhile دي معناها يستحق وذات قيمة وذات قدر. تعال نشوف valuable دي معناها قيم أو ذات قيمة، worthless معناها بلا قيمة أو بلا جدوى، valueless نفس القصة برضو بلا قيمة، useless معناها عديم الاستخدام يعني بلا قيمة. إذا الإجابة هنا تبقى كلمة valuable اللي بنفس المعنى. I was looking for birthday present for my mother but I didn't find anything suitable، أنا كنت بدور على حاجة هدية لأمي بس أنا ما لقيتش أي حاجة suitable يعني مناسبة. وقبل ما ننزل على المناسبة دي، عايز تعرف إن كلمة suitable دي زيها بالظبط كلمة proper برضو معناها مناسب، زيها بالظبط كلمة appropriate برضو مناسب، زيها كلمة بالظبط اسمها convenient، التلات كلمات بمعنى مناسب. هنا بيقول لك the antonym بقى العكس، عكس يبقى تستبعد التلاتة، تستبعد proper، تستبعد convenient، تستبعد لو في الجملة كلمة كمان appropriate تستبعدها. انت عايز الكلمة العكسها اللي هي اسمها inappropriate، وانتبه ان هي اسمها in مش un. يمنى had cried until her eyes were hot and her throat dry، بيقول لك ان يمنى فضلت تصوت وتعيط لحد ما عينيها اصبحت حمراء يعني وحلقها جف، and يبقى بدأ حلقها يجف ويبقى يبقى بريك يكسر او يتكسر، فينت يعني يغمى عليه، ايز يعني يعني يخف من الالم ومعناها يهدئ من، وكلمه ايكينج معناها يتالم. فانت بتقول لي بقى بدا زورها يؤلمها يبقى بدا ايكينج. وبالمناسبه كلمه ايز يعني يريح. نو ون از شور وير علي اسمه، محدش عارف هو علي فين. But we think he gone to see his uncle. بس انا اعتقد ما دام الراجل قال لك اعتقد يبقى هو مش متاكد يعني might have gone. طب لو قال لك I am sure يبقى I am sure he must have gone. طيب the mother used it to remove the paint عشان تزيل الدهان stain. stain دي معناها بقعة. كلمة stain كده لوحدها كده معناها بقعة. طيب لما تقولي the paint stain يعني بقعة الدهان on the coat اللي على المعطف. استخدمت ايه بقى يا ترى؟ التربنتين اللي هو الايه؟ اللي هو السائد اللي بيستخدم في ازاله الدهون واصلا او البقع، واصلا السربنتين ده بيسموه بينت ريموفر يعني مزيل دهان. طيب not hitting her head in an accident so her couldn't remember anything doctors think she has amnesia، بقول لك ان هي سهى دي ما كانتش عارفه تفتكر اي حاجه بعد لانها اصيبت بفقدان ذاكره بعد ان هي خبطت دماغها فين؟ في الحيطه او الحادثه. طيب تعال نشوف الاختيارات الاول. اول واحده كده بيقول لك وايل يعني اثناء، وتاني واحده اسون اس بمجرد ان، والتالته انتل يعني حتى، وبعدين افتر اللي هي بعد. اكيد هي خبطت دماغها وبعدين راحت تكشف فالدكاتره قالوا لها يا بنتي انت فقدت الذاكره كده يعني. فرقم 7 ذا دكتور اشورد، اشورد يعني طمأنا اس ذات ذا وورد ذات ذير وود بي نو نوت فروم ذا ميديسين، الدكتور طمأنا انه ما يكونش فيه ان شاء الله ايه من الميديسين الدواء، اكيد اثار جانبيه اللي اسمها سايد افكتس. وعايزك تفهم في الجمله دي ان كلمه ميديسن يعني دواء، ممكن نستخدمها برضو بمعنى طب. I'd like to join the faculty of medicine يعني عايز ادخل كليه الطب. They report that two people A in the explosion، هم قالوا ان 2 من الناس حصل لهم ايه في الاكسبلوجن الانفجار. طيب تعال نشوف were killed يعني قلدوا، قتلوا killed يعني قتل، دي معناها قتل، خد بالك دي قتل لكن دي قتل، have killed قتل، are to kill يعني يجب ان يقتلوا. انت بتقول لي بقى هم report ذات يعني هم بيقولوا ان في 2 من الناس قتلوا يبقى were killed. لاحظ ان 2 دي جمع فعشان كده خدنا were. رقم 2 خد بالك ان احنا ممكن نقول explosion in population، ده معناها انفجار سكاني. عايزك تركز في كده في معنيين لكلمه explosion دي. كلمه explosion دي يا شباب ليها معنيين، معناها زياده ومعناها انفجار بمعنى eruption يعني. فلما نقول مثلا ذا اكسبلوجن اوف فولكانو يعني انفجار البركان، البركان انفجر فهيموت الناس اللي حواليه. لكن لما نقول بوبيوليشن اكسبلوجن فدي معناها زياده سكانيه، انفجار سكاني بمعنى زياده سكانيه مش السكان انفجروا. ولو انت فاكر كنا بنحل في كتاب ايه، كتاب العمال، كتاب ماي فريند، كان في جمله اكسبلوجن ان ذا تايبس اوف رايتنج يعني انفجار في انواع الكتب، ده معناها زياده في انواع الكتب او الكتابه. ذا ستيتشو اوف رامثيس ذا سكند، تمثال رمسيس الثاني
is very important ancient Egyptian A يعد من الايه المصريه القديمه المهمه، اكيد الاثار المصريه القديمه اللي هي مونيومنت. كلمه مونستر دي وحش، ماشين يعني اله، وقلنا الكلمه دي بتستخدم كنون بمعنى اله وبتستخدم كفعل بمعنى يصنع اليا. ماجنت طبعا مغناطيس. You have any problem give me a ring immediately، اعطني رنة اتصال في الحال لو عندك اي مشكله. طيب لو دي معناها ايه؟ يعني اف. بس تعال نمسك كده الاربعه ونشوف. انا عشان اخد وير دي فانا قدامي حاجه من اتنين، ان انا اجيب بعدها اسمه في اسم او ضمير يعني، وبعدين صفه او اسم، ترتيب كده اسم او صفه او ظرف. يعني اقول لك وير اي احمد، وير اي ا دكتور، وير اي هابي، وير اي ان كايرو مثلا. الاحتمال الثاني انك تجيب بعد وير مفعول تو الفعل في المصدر، او فاعل وتو المصدر، يعني وير اي تو جو، وير احمد تو جو، وهكذا. طيب شد بعدها بيكون في فاعل وبعدين الفعل في المصدر دايما. طب unless لازم بعدها جمله كامله، وهاد بيجي بعدها باست بارتيسيبل مباشره. انت هنا بتقول لي يو هاف، هاف ده فعل في المصدر، فانا هستبعد هاد وهستبعد unless علشان unless دي معناها منفي. بس تعالى نترجم كده، يقول لك لو انت عندك مشكله اتصل بيا، لو عندك دي مثبته يبقى نشيل unless. طيب اذا الاجابه هنا شود، لانك بتقول شود فاعل مصدر، يعني لو انك عندك مشكله اتصل بي. في 11 ذا ستريت وير اي ليف از اونلي 3 مترز، ايه الشارع اللي انا عايش فيه فقط 3 متر في الاتساع. انت هنا قدامك اختيار من اتنين، الاولاني انك تقول وايد او انك تقول ان ويدث. لازم تبقى عارف كده وانت بتحل الاختيارين المتاحين. تعال نشوف بقى، وايدن يعني يوسع، دي كده معناها يوسع. طب ويدث دي اتساع، كنا عايزين قبلها ان عشان ناخدها، اذا الاجابه هنا كلمه وايد. طيب she asked me where not there before، هي سألتني أين، سألتني إذا أنا هناك من قبل، إذا أنا ذهبت إلى هناك من قبل. عارف لو أنت غمضت عينيك السؤال أصلا المفروض كان، كان did you، المفروض كان كده did you go there، وبالتالي did زمانها ماضي بسيط، فلما هنطلعها بره هنخليها had. يبقى طبعا المفروض إن هنا بقى في الجملة whether I went ولا I had been، لا I had been. طب هتقول لي يا مستر ليه مش هاد اي بين؟ عشان هقول لك ان احنا متفقين وحافظين كويس ان تركيبه الجمله بتكون اف او وذر او ورث فهام، وبعدين الفاعل، وبعدين الفعل المساعد، وبعدين نكمل بقى بعد كده بالفعل. فانت بتقول لي اف او وذر اي هاد، وبعدين نكمل بقى بالتصريف الثالث. طيب دي رقم 12. رقم 13 بقى بيقول لك الجزيره اوفيس، مكتب الجزيره بلانز تو هاير اي ريبورترز تو كفر ذا ليتست هابينجز. هابينجز دي يعني احداث، وانت عارف كويس وعديناها مره قبل كده على كلمه اسمها سيفنجز دي المدخرات، وكلمه اسمها رايتنجز دي الكتابات. فلما تيجي تقول لي بقى هابينجز اللي هو مين؟ الاحداث، ذا اكشنز كده. بقول لك مكتب الجزيره بيخطط ان هو يعين يعني صحفيين ايه عشان يغطوا الاحداث الاخيره. تعال نشوف بالانس يعني يوازن او توازن، فريلانس يعني حر، acceptance اللي هو التقبل او قبول، و inefficient يعني غير كفء، يبقى اكيد فريلانس ريبورترز. فريلانس ريبورترز معناها ناس شغالين بشكل حر، وبالمناسبه فريلانس ده ممكن يكون شغال من اكتر من شركه، انتبه لدي كويس، يعني اشتغل مع 5 شركات. The accident not if I if he hadn't been using his mobile، هو لو ما كانش بيستخدم الموبايل الحادثه ما كانتش حصلت. يبقى انا كده عايز منفي رقم واحد. رقم اثنين hadn't been using had been past participle، يبقى دي حاله ثالثه على طول انت مغمض عينك، يعني عايز would have والباست participle، وانا قدامي رقم سي هي الوحيده would have والباست participle. when I was at school، لما انا كنت في مدرسه، I won a poetry writing، يبقى انا فزت بايه في كتابه الشعر؟ اكيد race سباق، article مقال، competition مسابقه، وجيم لعبه، يبقى اكيد دي competition. وعايز تاخد بالك ان كلمه article دي ليها اكتر من معنى. لما تيجي تقول لي وان وذا، دول في اللغه اسمهم articles، يعني articles ادوات. طيب لما تيجي تقول لي بقى I wrote an article، article هنا معناها مقال، مقال. طب لما تقول لي يعني زي ما نقول مثلا write an article، طب لما تيجي تقول لي مثلا I bought article، bought article دي هنا معناها اني انا اشتريت سلعه، فكلمه article دي بتساوي كلمه good يعني سلعه او بضاعه. He is flying to London at the weekend، هو مسافر لندن في الاجازه. His flight not at 5:30، جمله من القواعد اللي مش موجوده في المنهج بس حضرتك لازم تبقى عارفها. ايه القاعده هنا؟ القاعده هنا انك لما تكون بتتكلم عن المواعيد الثابته بتستخدم مضارع بسيط دايما عن المستقبل. فانت بتقول الطياره بتغادر الساعه 5:30، والطياره دي ميعاد ثابت، يعني ميعاد ثابت الطياره ميعادها 5:30، سيادتك راحت عليك نوم هتستناك وتقول معلش استنى يا جماعه محمود لسه ما صحيش، لا طبعا هتمشي وتسيبك، فعشان كده اسمها ميعاد ثابت. 17 the mother used a to remove the paint، استخدمت ايه عشان تزيل الدهان؟ احنا اتفقنا اللي بيزيل الدهان اسمه تربنتين، ودي جمله مكرره.
خديجة was at the garden party. خديجة كانت في حفلة الحديقة. I was telling you about. أنا كنت أخبرك عنها. أكيد التي كنت أخبرك عنها. الحفلة اللي كنت بخبرك عنها. الحفلة دي غير عاقل، وبالتالي هناخد which. طيب which مايكل cleverly a plan. مايكل بذكاء عمل إيه في الخطة؟ To crown himself عشان ينصب نفسه. But fate refuted it. لكن القدر يعني يعني أخطأها له يعني، أو بوظها له يعني. يبقى مايكل كليفرلي خطط. خطط يا مستر يعني بلاند. هنا ممكن نستخدم كلمة بلاند يعني خطط، وممكن كمان كلمة arranged يعني رتب، وممكن بدل arranged نستخدم كلمة engineered. يعني engineered احنا اتفقنا قبل كده، لو انت فاكر ان كلمة engineer مهندس، و engineer يعني يرتب، فعشان كده هنقول مايكل engineered رتب ان يكون او ان او رتب خطة لكي يصبح الملك لكنه فشل. entering the head quarters people have to show their identity cards. دخول الهيد كوارترز دي مقصود بها مبنى القيادة، الناس لازم يطلعوا البطاقة بتاعتهم بمجرد أن، ولا قبل ولا أثناء ولا نو سونر. طيب أنت عارف نو سونر دي هنستبعدها ليه؟ لأن نو سونر عايزة بعدها الجملة مقلوبة، وأنت عارف دي كويس. طب وأنت بتطلع بطاقتك إمتى؟ أثناء دخولك ولا قبل ما تدخل؟ أثناء دخولك دي معناها أنك دخلت من الباب وبعدين تطلع. لا طبعا ده غلط، المفروض قبل ما يدخلوا، قبل ما يدخلوا بيطلعوا البطاقه. طب يا مستر ما احنا بنطلعها اثناء. اقول لك برافو عليك يا عم، عادي ممكن اطلعها اثناء، بس ديورنج دي ما يجيش بعدها الفعل المضاف لاي ان جي لو الدنيا دي كده خربت وانت شايف قدامك انترنج. رقم 21 بيقول لك ماي جراند فاذر ليفز ان هيز اي هوم اند ريفيوزز تو موف اوت. رافض تماما يترك البيت ده وعايش فيه. بيت مين ده يا ترى؟ اكيد ده بيت الاجداد، بيت العيله من الاخر كده، فاسمه انسيسترال. انسيسترال هوم دي عايز تحفظها، معناها بيت اجدادنا من الاخر، اللي هو بيت العيله بقى، بيت الناس الكبار اللي كانوا في العيله. لكن انسيستور دي معناها السلف. one of my ancestors يعني واحد من اسلافي، اجداد الكبار. بيقول لك had you touched that electric couple. عايز تفهم حاجه بقى في الجمله دي. الجمله اللي بنبدا بيها في اولها في هاد، ركز في الكلمتين دول كده. لو بدانا الجمله في اول الجمله بهاد وعملنا في اخر الجمله عن استفهام، فدي جمله سؤال. طب لو بداناها بهاد واخر الجمله نقطه، يبقى دي جمله معناها لو، زي جمله اف بالظبط. وبالتالي انت لما تقول لي هاد يو تاتش، يبقى دي حاله ثالثه من قاعده اف، فانا محتاج هنا وود هاف باست بارتيسيبل. لو انت لمست الكابل الكهربائي انت هيتكهرب ولا مش هيتكهرب؟ لا اكيد هيتكهرب، مثبت، يبقى وود هاف بين الكتروكاتد. الكتروكاتد يعني هتكهرب يعني. ذا نوت اوف ذا سكسسفول مارج از ميوتشوال ريسبكت. ميوتشوال ريسبكت معناها الاحترام المتبادل. كلمه ميوتشوال دي معناها متبادل او مشترك. حتى بيجي لك رساله كده في الفيسبوك يقول لك ان مش عارف مين كده ميوتشوال فريند ويز مش عارف مين، يعني صديق مشترك بينك وبين حد تاني. المهم بقى تعال نشوف كلمه بيز دي معناها قاعده. طيب بيزس دي معناها اسس. بيزك يعني اساسي، بيزيكالي بشكل اساسي. فانت بتقول لي ان الاساس بتاع الزواج الناجح هو الاحترام المتبادل، يبقى انت اكيد هتقول لي ذا بيزس، الاسس بتاعت الاحترام الزواج الناجح. يبقى اسس الزواج الناجح تتمثل فيه. خد بالك الكلمه ده معناها اساسي. يعني ايه اساسي؟ يقول لك مثلا بيزك ريليشن شيب، علاقه اساسيه. بيزك دي معناها اساسي، زي بالظبط كلمه مين. ذا فوج ووز ايه، اللي هو الضباب كان ايه. باد ذات، ما دام في ذات يا مستر بروح انا نازل على كلمه تو شاطبها، وكلمه اناف شاطبها، لان دي عايزه معاها تو اناف، عايزه صفه اناف تو، وهنا تو صفه تو، فانا كده كده شاطبتهم. باقي معاك ساتش او سو. سو صفه وبعدين ذات، لكن ساتش او ان صفه وبعدين اسم وبعدين ذات. انا قدامي هنا باد لوحديها من غير اسم، يبقى انت تاخد سو وانت مغمض عينك. طيب after her brother's death، بعد وفاه اخوها. she had to bear، لازم تتحمل الايه of carrying or caring of her aging parents. aging parents يعني والديها اللي هم ضاربين في السن الكبار يعني. يبقى كان لازم تتحمل عبء رعايه والديها. كلمه عبء يعني بقى بيرد دي اللي هو اللحيه، لحيه الانسان يعني. burden اللي هو العبء. ايز يعني يبسط او يسهل او يريح وكده يعني. وكلمه nursing اللي هو التمريض، فاحنا اخترنا burden اللي هي عبء، اصبحت مطالبه بعبء عيلتها. وكلمه burden هنا بتساوي كلمه responsibility، مسؤوليه. I always feel embarrassed، بحس ان انا محرج. when I not speak in public، عندما انا اتحدث الى الناس او امام الناس، عندما اضطر ان اتحدث. طيب يبقى انت هنا اضطر ان اتحدث، يبقى انت ما بتتحدثش من ارادتك غصب عنك، يبقى ده الزام خارجي. ف have to. My first trip to the book fair، أول رحلة رحت فيها مرة معرض الكتاب. broadened my، وسعت من broaden يعني وسع طبعا، my horizons،
انت رايح معرض الكتاب يعني تقرا كتب، يعني ده موضوع ثقافه، يبقى اكيد كالتشرال. امال ايه كالتشر؟ كالتشر دي معناها مثقف. اقول لك هي ريد ميني بوكس، قرا كتب كثيره. هي از ساتش ا كالتشرد مان، رجل مثقف. برايفت يعني خاص، وبابليك يعني عام، واي حاجه تبع الحكومه بنقولها عام. فبنقول بابليك لايبرري، مكتبه عامه، بابليك ترانسبورت، نقل ومواصلات عامه. ذا كوست اوف ذا تريب واز فار بيلو وي هاد اكسبكتد، تكلفه التذكره كانت اقل من ما توقعنا. ما شفت انت ما يعني ايه بقى؟ يعني وات as a manager of the A he held office for over 20 years. كمدير للاي هو كان ماسك المكتب لمده سنوات طويله. اكيد مدير للكوليكشن معناها مجموعه، والاسوسيشن المؤسسه او المنظمه، responsibility مسؤوليه، وكمباريزن مقارنه. The train was packed and I wished I a seat. القطار كان مليان بالبشر، وانا تمنيت لو انني حجزته. خد بالك انت تقول لو انني ايه؟ الكلمه اللي حطيناها هنا كلمه حجزته، ماضي ولا مضارع؟ دي لا، زمانها ماضي. ولما يكون الجمله ماضي بنستخدم في الامنيه ماضي تام، يبقى انت هتقول هاد بوكيت. ادخل بقى على القطعه بقى وتعالى نحلل فيها كده الاول واحده بواحده. Children's stories are popular among the young and the old because in them you almost always tell the good people from the bad people. بيقول لك ان قصص الاطفال دايما معروفه بين الشباب الصغار والكبار، حتى الناس الكبار، لان فيهم وفين يعني في مين في القصص. يمكنك ان تعرف الناس الجيدين والناس السيئين. A character like Snow White، شخصيه زي Snow White is good، شخصيه كويسه. Her stepmother is evil، والحاجه جدتها دي كانت سيئه، او مرات ابوها هي كانت سيئه. Also in children's stories justice always wins and evil loses، حتى في القصص العداله بتفوز والشر بيخسر. In another story، في قصة تانية، the wicked witch is defeated and the beautiful little girl gets home safe. في القصص دي كلها دايما الشريرين بيخسروا، والبنت الجميلة دي اللي هي سنو وايت بتروح بيتها تاني آمنة. That is why children find any other kind of story unbelievable. عشان كده الأطفال بيجدوا إن الأنواع الأخرى من القصص غير مصدقة، غير واقعية. They simply cannot understand how evil can go unpunished. العيال ما بتقتنعش ابدا ازاي ان الشر حصل ولم يعاقب، or good and rewarded، او ان حاجه خير حصلت ولم تكافئ. يعني as they grow up، ولما بيكبروا ينمو، they realize that life is not that simple. بيدركوا ان الحياه مش بالبساطه دي. people have both good and bad qualities، الناس عندهم صفات كويسه وصفات سيئه. and justice doesn't always win، ومش العداله دايما اللي بتفوز، في احيانا الشر. being small and powerless gives children a third as a thirst for justice، لانهم كانوا بيكونوا صغار السن وعديم القوه، يعني منزوع القوه، فده بيدي الاطفال عطش وتعطش للعداله، يعني بيحس ان هم نفسهم ينصروا الشخصيه المهزومه. By the age of 3، لما يوصل عمره 3 سنين، most kids have clear concepts، بيبدا الطفل يتكون عنده تصورات سليمه of goodies and baddies، الاشياء السيئه والاشخاص السيئه، الاشياء الجيده والاشخاص الجيدين. But while childish thirst، لكن في تعطش الطفوله، فتره الطفوله، for happy endings، للنهايات السعيده، satisfies and entertains us. بقول لك ان تعطش، ولكن اثناء تعطش الاطفال لان هم يشوفوا نهايه سعيده وحاجه ترضيهم، يعني فده يرضينا احنا كمان. The real world is so complex، العالم الواقعي معقد اكتر مما تخيل. Unambiguously happy، ambiguous دي معناها غامض، unambiguously معناها بشكل غير غامض. happy endings hardly exist، النهايات السعيدة قل ما توجد، يعني النهايات السعيدة دي أصلا مش موجودة. خد بالك كلمة ambiguous يعني غامض، unambiguously بشكل غير غامض، بشكل واضح يعني. بعد كده بقول لك stories should balance the matter، القصص المفروض إنها تعمل توازن بين الاثنين، بين الخير وبين الشر، عشان الطفل يتقبل الخير ويتقبل الشر. They should show that the world can have good people and good conditions. And at the same time, there may be problems like hunger. لازم الناس تتقبل وتفهم ان في خير وفي شر وفي جوع وفي عطش وكده. الاطفال لازم يتربوا في صغرهم ان في قصص واقعيه بيكون فيها خير وبينجح الخير، وفي قصص فيها شر وبينجح الشر. بيقول لك they should show that the world، بيقول لك ان هو لازم يبين للاطفال ان العالم فيه شخصيات كويسه عايشه في ظروف كويسه، وشخصيات سيئه في ظروف سيئه. And there may be problems، ولازم يعرفوا الأطفال يعني إن في مشاكل زي hunger، الجوع، bereavement اللي هي الفواجع، الفاجعة يعني حد يموت أو كده، bullying البلطجة، powerlessness اللي هو انعدام القوة، الضعف، الإرهاب، despair اليأس،
torture اللي هو التعذيب and they have to show that these problems are not overcome by chance، إن المشاكل دي ما بيتمش التغلب عليها بالصدفة or by mistake أو عن طريق الخطأ، but through exerting effort، لكن من خلال بذل الجهود ومحاولة حلها، thinking and planning التفكير والتخطيط. They shouldn't deny that bad stuff happens، لابد إن هم ما ينكروش إن في ظروف أو أحوال سيئة بتحصل. They also should show that it can be endured and overcome، لازم نبين للأطفال إن المشاكل دي ممكن نتغلب عليها وممكن نواجهها وعادي بتتحل. تعالى بقى نشوف أول أسئلة كده معانا في القطعة ونبدأ. بسم الله، أول سؤال بيقول which of the following is true، إيه من الجمل دي صحيح؟ أول واحدة a reader who is sad is better than a reader who is distracted، who is distracted، القارئ اللي بيكون حزين أفضل من القارئ المخدوع. قولي صح فعلا، يعني إيه برضو مقصود بها إيه في القطعة على حسب فهمنا؟ إنك لما تقرأ قصة فيها ظلم، والظلم ده من واحد اسمه علي، علي ده في الآخر هو اللي فاز بالرغم إن هو ظالم. فانت الواقع، انت لما تسمع الواقع افضل ما تشوف ان عادي ده ظالم واتهزم رغم ان اصلا ده ما يحصلش. Real life is always rosy، الحياه الواقعيه دايما حلوه وما فيهاش اي صعوبات. طبعا غلط. Deceiving readers is much better than، انك تخدع القراء ده شيء افضل من انك تخليهم غير سعداء. لا غلط برضه. A children's stories show the world in its real picture، الصور القصص الحقيقيه بتبين لنا، قصص الاطفال سوري بتبين لنا العالم في صورته الحقيقيه. لا طبعا، هم بيجيبوا شر وخير ودايما الشر بينهزم والخير بينتصر، فطبعا ده ما بيحصلش. Children's stories are popular among the young and the old as، قصة الأطفال دي معروفة بين الكبار والصغار، حيث أنها you can tell the good from the bad، وده أول سطر في القطعة ولا صح. How are hardships usually overcome in the real life، إزاي الصعوبات بتم التغلب عليها في الحياة الواقعية؟ قال لك في القطعة أنت ممكن تتغلب عليها من خلال exerting efforts، هي كانت آخر حاجة هنا قريبة، تعال نبص عليها. أي exerting efforts، من خلال بذل الجهود. يبقى اول واحده كده ثرو ايفورتس، طبعا اول واحده مش باي لك، مش بالحظ ولا بالتمني ولا بالهروب منها. children wish، الاطفال بيتمنوا ايه دايما؟ الاطفال دايما بيتمنوا ان الخير هو اللي يفوز، زي ما قال لنا justice to win اللي هو العداله ان تفوز. the underlined word unambiguously، كلمه unambiguously احنا قلنا كلمه un، كلمه سيبك من un دي خالص، ambiguously معناها clearly، طب un معناها سوري unclearly يعني معناها بغموض، ambiguously معناها بغموض، ambiguous بس يعني غامض، طب عكسها واضح، واضح يعني clear، يبقى clearly. The underlined word them، كلمة them بتشير لمين؟ احنا قلنا من بعضهم بعض القصص، يبقى stories اللي هي رقم بي. طبعا انت حلو اكيد بتعلم ورايا، انت فاهم انت بتعمل ايه. How can we make stories balanced، ازاي نخلي القصص تبقى متوازنة؟ لازم نبين العالم في خير وشر. بيقول لك they should show that the world can have good people، لازم نبين العالم في ناس كويسة، مش دايما كل قصة نعملها يكون فيها شر وخير، الشر يضرب الخير بس في الاخر خير ينتصر. طبعا دي اشتغالات وافلام، لازم نبين ان كان في خير وفي بعض القصص فيها خير وبعض القصص فيها شر. طيب هنا، طب رقم بيقول لك ان هم يدوا العالم في صوره سيئه، صوره فولس مغلوطه، طبعا لا. You should always trick reader، نخدع القراء، لا برضه. Show that evil always wins، نبين ان الشر دايما بيفوز، برضه لا. When they grow up، لما ينمو الاطفال، what changes in children's realization، بيقول لك هو في القطعه قال لك في سن الثالثه الاطفال بيبداوا يدركوا ان الحياه مش بسيطه بالبساطه اللي انت شفتها في القصه دي. they realize that life is too short، بيدركوا ان الحياه قصيره جدا، ما قاليش حاجه زي كده. they realize that people around them are bad، الناس كلهم حواليهم وحشين، يا عم قال لك في خير وفي شر. they realize that life is not worth living، الحياه دي ما تستاهلش ان احنا نعيشها، تعالى ننتحر، لا برضه. يبقى الاجابه رقم دي اللي هي they realize that life is not simple، مش دايما سهله. Why don't the children believe stories where justice loses؟ ليه دايما الأطفال ما بيصدقوش القصص اللي هم اللي هي في العدالة فيها بتفوز؟ تعال نشوف كده أول واحدة، بيقول لك they are too young to differentiate good from evil، هم بيكونوا صغار فما ينفعش يميزوا الخير من الشر، طبعا لا طبعا. قال لك هم عندهم 3 سنين بيعرفوا يميزوا. they believe that evil should always win، مؤمنين إن الشر دايما يفوز، هم عايزين الخير يفوز. they can't understand how evil can go unpunished، هي دي، هو قال لك ان هم ما يعرفوش ازاي الخير ما بيتكافئش والشر ما بيعاقبش، يبقى رقم سي اللي صح. بعد كده رقم 40، stories should be، القصص لازم تكون ايه؟ and show both good and evil، ما دام هتبين الخير وهتبين الشر يبقى القصص لازم تكون متزنه. متزنه يعني ايه بقى؟ يعني balanced اللي هي رقم ايه؟ سؤال الترجمه يا شباب، بدايه بيقول لك لقد دافع كثير من الكتاب من اجل مزيد من حقوق المراه. عايزك قبل ما تحل الجمله دي تفهم حاجه عشان هتقابلنا في الترجمه. كلمه argue ديت لما نجيب بعدها فور يعني معناها يناضل من اجل تحقيق شيء، ان الحاجه دي تحصل، عايز يعملها لانها حاجه ايجابيه. طيب argue against، against دي معناها انك عايز الحاجه دي ما تحصلش، بمعنى
لو انت عايز مثلا تقول ظلم المرأة، ظلم المرأة اللي احنا عايزين يحصل ولا ما يحصلش، لما يحصلش يبقى اجينست. طب حقوق المرأة عايزينها تحصل، عايزين النساء تاخد حقوقها، فده ايجابي فناخد فور. الاجابة بتاعت الجملة الأولانية زي ما احنا متعودين هي رقم ايه، وعايزك تفهم ان انا حددت الإجابة الصحيحة وفقا لان انا قرأت قبل كده الأسئلة 30 40 مرة. ما تحلش زي ما انا بعمل كده غير لما تقرأ الأول، انت قرأت وخلاص تمام بقى نشوف. احنا حددنا الأولى الإجابة الصحيحة اللي هي a lot of writers have argued for more women's rights، يعني حقوق المرأة in Egypt، في مصر. طيب دي صح. التانية بقى غلط ليه؟ التانية غلط حضرتك عشان قال لك have argued against، يعني معنى كده ان هو مش عايزين المرأة تاخد حقوق، وده غلط. طب التالتة a lot of writers have argued for more women's duties. duties يعني واجبات، يعني هم عايزين النساء تعمل واجباتهم. ما هو لا بيعملوا بصراحة، بيطبخوا ويعملوا حاجات كتير حلوة. a lot of writers have argued for more rights for women Egyptian. ايه woman Egyptian دي بقى؟ لو كانت Egyptian woman كنا قلنا عليها ماشي، لكن هي كده بالمنظر ده غلط. الجملة الثانية، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي مصدرا مهما للأخبار، الأخبار المحلية والعالمية. طيب الإجابة هنا الصحيحة رقم دي. طب الأولانية غلط ليه؟ بيقول لك social media have come. come يعني أتى، المفروض كانت تبقى become. اللي بعدها social media are become. الراجل هنا في السؤال ده بيتعامل بذكاء جدا بصراحة، يعني شكرا للي حط السؤال ده. مشكلة الطالب المصري دايما بتلاقيه لازق في الجملة are وإز من غير أي داعي. يا حبيبي سوشيال ميديا اللي هو وسائل الإعلام، أصبحت يعني became أو have become، إيه اللي جاب دي؟ مش عارف. an important source، ونكمل الجملة. فدي كده عشان كلمة R غلط. social media have become an important source of local news and world. دي مصيبة. ليه بقى؟ أنا عايز تعرف إنك لما يكون في صفتين بنجيب الصفتين وبعدين الاسم، فبتقول المفروض نقول local and world، وبعدين هي الوصف ده الوصف لمين؟ هو إيه اللي محلية وعالمية؟ الأخبار، فالأخبار تبقى في الآخر. طيب يبقى كده رقم دي قلناها. بعد كده بقول لك no one can ignore the role of the white army in our lives، يعني لا احد ينكر دور الجيش الابيض في حياتنا. الجمله الترجمه الصحيحه هنا رقم سي اللي هي لا يمكن لاحد ان ينكر دور الجيش الابيض في حياتنا. اول واحده اللي غلط، لا يمكن لاحد ان ينكر قاعده الجيش الابيض. فين قاعده؟ ملهاش مكان هنا. كلمه رول دي معناها دور. يمكن لاحد، يمكن، لا ما هو كده غلط، لا يمكن لاحد المفروض. طب اللي بعدها لا يمكن لاحد ان يذكر، طبعا يذكر غلط. طيب بعد كده nursing is a noble profession that needs more care and aid and an interest. اول جمله في الترجمه دي ترجمتها رقم سي اللي صح. طب ليه بقى؟ التمريض مهنه ساميه وتحتاج لمزيد من الرعايه والاهتمام. فعلا. طب الاولانيه، التمريض مهنه نوبل. كلمه نوبل دي مش معناها نوبل عم نوبل. عم نوبل الاسم بتاعه كده بيكون كابيتال لانه اسم بني ادم اولا. يعني التمريض مهنه ساميه ولا تحتاج، لا هي تحتاج، قال لك هنا ايه ذات نيدز. التمريض مهنة سامية لا تحتاج لقليل، لا قال لك هنا needs more. يبقى الجملة كده أصبحت إجابتها رقم C اللي صح. The teacher asked، السؤال الرايتنج الجميل اللي أنا بحبه لأنه أصلا درجته مضمونة ولكن حل كتير. The teacher asked us to bring the following materials، المدرس طلب مننا إن احنا نجيب الأشياء الآتية: نقط، وبعدين قال لك paper، glue and clothes. عايزك تفهم إن لما يجي يعمل لك فرد لقائمة بنعمل مين؟ لو أنت فاكر بنستخدم الكولون اللي هي النقطتين اللي فوق بعض اللي هم دول. طيب افرض يا ماستر قال لك ذا تيتشر اسكد اس تو برينج وما قالكش ذا فولوينج ماتيريالز. لا افرض دي مش موجوده، كنا هنقول ذا تيتشر اسكد اس تو برينج بيبر فاصله جلو اند من غير السيم، يبقى السيمي كولون بنستخدمها لما تيجي تقول لي الاشياء المقبله، الاشياء الاتيه، القائمه الاتيه، العناصر الاتيه، وتروح عامل النقطتين وبعدين تفصل. وات داز اي، كل حرف الاي في كلمه ايميل هو اسمه اصلا الكترونيك ميل او الكترونيك ميل. الكترونيك ميل يعني بريد الكتروني، فالاي دي بتشير لكلمه الكترونيك. which of the following transition، استنى يا مستر ترانزيشن دي انا افتكرتها قبل كده، انت عارفها حضرتك، انت خدت قبل كده كلمه كوهيرنس، فاكرها؟ اكيد فاكرها. وقلنا احنا بنحقق الكوهيرنس ده من خلال كذا حاجه كده، منها ريبيت ريفرنسز وترانزيشنز لو انت فاكر الكلام ده، وإليبسز اللي في الكلام ده احنا خدناه في الفيديو اللي فات، لو انت ما سمعتوش اسمعه عشان خاطري. طيب المهم ايه لازمه الترانزيشن ووردز دي عشان بتحقق الكوهيرنس؟ يعني ايه كوهيرنس اصلا يا مستر؟ مستر الاتساق، يعني التساق الكلام يكون ماشي مع بعضه بشكل منطقي ومفيش قفز من فكره لفكره الا بشكل منطقي، وانك تاخد القارئ بالراحه كده مش مره واحده لقيك بتتكلم عن عيوب من غير ما تمهد له. والكوهيرنس ده بنستخدم فيه ترانزيشن، والترانزيشن دي ممكن تبقى كلمه علشان تعبر عن الانتقال او المقارنه بين شكل كلمتين حاجتين شكل بعض او حاجتين مختلفين عن بعض. طيب بيقول لك مين الكلمات دي بقى ترانزيشن وورد؟ ريبريزنتس ديفرنس، بتقدم لك اختلافات بالعقل كده. مورفر اكثر من ذلك او علاوه على ذلك بالاضافه الى ذلك، فدي ايجابيه، دي بنستخدمها عشان نبين سيميلار او سيميلاريتي. طب فيرذر مور برضه سيميلاريتي، اديشنالي سيميلاريتي. طب هاويفر بالرغم من ذلك، دي بقى ديفرنس. انت لما تكون بتقول لي بص الحاجه الفلانيه ولكن بالرغم من ذلك، فهنا في ديفرنس. يعني معنى كده ان لو شال لك كلمه ديفرنس وحط لك كلمه سيميلاريتي هتاخد الثلاثه دول؟ اه.
ايه من الجمل دي is structured correctly؟ ايه الجمله اللي من دول تم عمل الاستراكشر بتاعها صحيح؟ We had run out of milk, I sent Nora to the store. احنا خلصنا لبن، انا بعت نورا للمحل. المفروض كان في النص هنا نستخدم كلمه سو قبلها كوما. موجود سو كوما؟ لا مش موجوده. خلاص يبقى نشيل الاثنين يا مستر، نحط مكانهم سيمي كولون. مش موجود لا دي ولا دي، يبقى خلاص الجمله دي كلها بايظه. ركز، احنا لما يكون في النص رابط قبله كوما، يعني نجيب الرابط والكوما بتاعته مع بعض، يا اما ان احنا نحذفهم ونحط مكانهم سيمي كولون. نورا سنت ذا ستور بيكوز وي هاد ران اوت اوف ميلك. لان احنا خلصنا لبن فنورا ارسلت، لا نورا ارسلت، فالمفروض نقول ووز سنت تو ذا ستور سنت نورا بيكوز وي هاد ران اوت اوف ميلك. برضه تركيبه غلط، المفروض ان احنا نقول ايه؟ نورا ووز سنت تو ذا ستور بيكوز وي، ونكمل اي سنت نورا تو ذا ستور، انا بعت نورا للمحل لان احنا خلصنا لبن، يبقى رقم دي اللي صح. انت عارف لما تترجم هتلاقي الجمل كلها واضحه ولطيفه واخر حلاوه. When you write an email، لما تيجي ان شاء الله تكتب ايميل، وقبل ما اقول لك تكتب ايميل والسؤال ده، انت عارف ان في ايميل في نوعين منه، في فورمال وفي انفورمال. فورمال وانفورمال، ايه الفرق بين الاثنين؟ الفورمال ده التون بتاعه بيكون رسمي، يعني ايه التون؟ الطريقه اللي انت بتكتب بيها، بتكتب سيادتك وحضرتك وسيادتكم. لكن انفورمال بنقول هاي وازيك يا عمر وعامل ايه حبيبي وببص بسلم على باباك، ما تنساش بقى تجيب معاك الكاميرا عشان نصور شويه صور كده ونزيد. ده في الانفورمال. هنا بقول لك لما تيجي تكتب ايميل للمدرس، use the appropriate، استخدم الايه المناسبه to sound professional and mature، عشان تبدو كده واد ناضج كده ومحترم وابن ناس. reply يعني رد، وتون اللي احنا لسه بنحكي عليها، ولا abbreviation الاختصارات، ولا مارك علامه. اكيد استخدم التون المناسب عشان تبدو واد بروفيشنال. what is the problem with this topic sentence، ايه المشكله في الجمله ديت اللي هي بيقول لك working in a restaurant، العمل في مطعم. الجمله دي كده مالها؟ ناقصه ليه؟ كان المفروض يقول لك working is in a restaurant is something exciting because you meet so many people مثلا. يعني الجمله دي كده incomplete، يعني غير كامله. خلصنا كده يا شباب الامتحان ده، هندخل بعد كده ان شاء الله، هتلاقوا بعد ما تسمع الفيديو ده هيكون الفيديو اللي بعد كده نزل اللي هو الامتحان الرابع، وهتلاقي امتحان كمان نزل من المعاصر، وامتحان كمان نزل من ايه، كتاب all in one. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.